في الآخر في الحكاية بتخلص. طلال سلمان في مدرسة الصحافة كان أستاذاً، وفي صحافة الموقف كان متقدماً، وفي موقف العروبة كان نموذجاً، وفي عروبة الوطن كان رائداً، في وطن المقاومة كان صادحاً، وفي مقاومة الصهيونية كان قلماً، في صهيونية الأعراب كان مواجهاً، وفي أعراب التطبيع كان رافضاً. طلال سلمان في تطبيع رداءة المهنة كان صاداً، وفي مهنة الكتابة كان رسالياً، في كتابة السياسة كان جريئاً، وفي سياسة لبنان وتجارها كان مشمئزاً. طلال سلمان في لبنان الثقافة كان مبدعاً، في ثقافة الأمة كان سفيراً. السفير يا لبنان ويا أيتها الأمة كانت جريدة كل العرب وأبعد، كانت حاضنة اللامعين من النخب والكتاب وأبعد، كانت صوتاً وقلماً وموقفاً وتوثيقاً وتاريخاً وأبعد، كان الصوت الذين لا صوت لهم وأبعد، لأن طلال سلمان كان في ذاته صوت العروبة وفلسطين والحرية وأبعد. تنعاه الميادين بألم وحزن وأسى، تنعاه بحب واعتزاز وكرامة، تنعاه بوعد إكمال المسيرة الصحافية الشجاعة بهوية وموقف. طلال سلمان كان مدرسة إعلامية بحق، رحل وهو رائد الصحافة المكتوبة بجدارة. وداعا طلال سلمان، كنت دائما على الطريق مقداما، ترحل في نهاية الطريق شامخا. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الخاصة عن الراحل الكبير الصحافي الرائد طلال سلمان، معنا في رثاء ناشر السفير ونبضها بشهادة للتاريخ وتعميق لمسيرته السادة معن بشور رئيس المركز العربي الدولي للتواصل والتضامن، معنا هنا في استوديو الميادين. مرحبا بك أستاذ معن. كذلك ينضم إلينا الأستاذ الدكتور حسن نافع، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة. مرحبا بك دكتور حسن. وأيضا نرحب بالأستاذ نصري الصايغ الكاتب والسياسي معنا من مشغرة في البقاع الغربي للبنان. مرحبا بكم جميعا، ونجدد الترحيب بكم مشاهدينا. نبدأ منك أستاذ معن، رحل الرائد طلال سلمان، خسارة كبيرة للصحافة لهذا الصوت الكبير، كيف يمكن أن تعرف الراحل خصوصا للجيل الشاب؟ يعني أعتقد من الصعب أن أضيف إلى ما قلته. طبعا للمشاهدين الكرام، الذي أدرك أن الملايين منهم في كل أرجاء الوطن العربي يستحقون التعزية بطلال سلمان، لأنهم افتقدوا قلم طلال سلمان ومواقف طلال سلمان وشجاعة طلال سلمان في زمن عزت فيه المواقف وتراجع فيه الشجعان. طبعا أنا حين أتحدث عن طلال سلمان أتحدث عن جزء غال من تاريخي الشخصي، فعلاقتي به تمتد إلى أكثر من 55 عاما. أنا كنت طالبا في الجامعة وعملت في مجلة الحوادث كنصف متفرغ، وكان مدير تحريرها الأستاذ طلال سلمان، ولم تمر أيام على علاقتي به حتى شعرت بحجم الانسجام معه، معه كإنسان يتمتع بمزايا أخلاقية رفيعة، يتمتع بشهامة، بشجاعة، بوفاء منقطع النظير لأصدقائه ولقيمه ولمبادئه. وأيضا توثقت علاقتي به كصحافي يدرك تماما أهمية الالتزام المهني في عمله، فهو صاحب موقف وصاحب رأي وصاحب فكر، ولكنه في الصحافة كان مهنيا إلى أبعد الحدود، لذلك نجح نجاحا كبيرا في أن يكون مهنيا ملتزما بقضايا الأمة، وأيضا ملتزما بشروط العمل المهني والصحافي. وكذلك الأمر توثقت به علاقتي به كعروبي مميز، كعروبي التقينا عام 68 بعد عام من جو نكسة حزيران،
وكان اليأس العربي طاغيا في كثير من الأحيان بعد تلك الهزيمة التي منينا بها على يد الكيان الصهيوني. نعم. لكن طلال سلمان كان في تلك اللحظات في أسوأ اللحظات كان متفائلا بإمكانية قيامة هذه الأمة وبإمكانية انتصارها على العدو. ولعل غيابه اليوم فيما محور المقاومة يتنامى وفيما المقاومة في فلسطين تتصاعد، أعتقد قد رحل وهو مرتاح الضمير بأن الرسالة التي نذر حياته من أجلها قد بدأت تتحقق، وأن النصر على العدو لم يعد بعيدا بإذن الله. لذلك طلال سلمان لا أستطيع أن أتحدث عنه بمفصل عن هذه الأمور الثلاثة، عن طلال الصديق والأستاذ والمعلم، وعن طلال المهني المميز. هذه نقطة مهمة سنتحدث بها خلال هذه الندوة، لأنه جريدة السفير خصوصا وامتزجت بشخصيته هي كانت منبرا انفتحت على كل الآراء، وأيضا هو لم يكن حزبيا لكنه قوميا عربيا دون أن ينخرط في أي مسمى حزبي، أيضا تلك نقطة مهمة. دكتور حسن نافعة، جريدة السفير التي لها صدى واسع في الوطن العربي وحتى أبعد من الوطن العربي، هي الأولى بعد الأهرام هيكل، إلى أي حد مثلت السفير نقطة تحول بحياة الراحل؟ أولا اسمح لي أن أتقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيد ولكل أصدقائه ومحبيه وللشعب اللبناني وللشعوب العربية أيضا، لأننا فقدنا شخصية مهمة، شخصية ليس فقط صحفية وإنما شخصية عروبية من الطراز الأول. هو لم يكن حزبيا على الإطلاق، ولكنه يعني كان عروبيا من قمة رأسه إلى أخمص قدمه. طبعا تجربته في الصحافة، يعني هو ارتبط اسمه بصحيفة السفير التي أسسها واستمر يديرها يعني لمدة 43 عاما. هو كان يعتبر أن هذه الصحيفة ليست مجرد ناقلة للأخبار أو تجري وراء السبق الصحفي، هي صحيفة ذات رسالة مهمتها يعني مساعدة الشعوب العربية على أن تلم بقضاياها، على أن تعرف بالضبط من هو العدو ومن هو الصديق. كان يؤمن بأن هذا الوطن العربي يستحق يعني يشكل أمة، وهذه الأمة تستحق أن تكون لها دولة، ودولة قوية ودولة متحضرة. وبالتالي وقف ضد الطائفية وضد التخلف وضد كل ما هو قبيح في وطننا العربي، وضد الأنظمة التي تهاونت في حقوق شعوبها وبالذات في القضية الفلسطينية. تستطيع أن تقول أنه يعني ربما إذا أردت أن تعرف طلال سلمان بكلمة واحدة وأن تعرف صحيفة السفير بكلمة واحدة، فلنقل أن فلسطين هي البوصلة. كانت فلسطين هي بوصلة طلال سلمان، وهي أيضا بوصلة صحيفة السفير التي أمتعتنا على مدى 43 عاما بأنها يعني حشدت نخبة من الكتاب والمثقفين في العالم العربي كله، وأصبحت جسرا للتواصل بين مشرق العالم العربي ومغربه. وبالتالي هي تجربة مهمة وناجحة. وأنت أشرت إلى تجربة الأهرام، وأنا أعرف كم كان الراحل طلال سلمان معتز بتجربة الأهرام، تربطه صداقة عميقة بالأستاذ الراحل الكبير محمد حسنين هيكل، وقد تحدثت معه أكثر من مرة يعني في كثير من المرات التي حضر فيها للقاهرة للقاء الأستاذ هيكل. تحدثنا عن هذه اللقاءات، وكان هيكل نفسه كما قال الأستاذ طلال سلمان حريص على أن يلتقي بأسرة تحرير السفير في كل مرة يزور فيها لبنان. ولذلك أنا أستطيع أن أقول دون أي مبالغة أن ربما طلال سلمان هو هيكل لبنان بشكل أو بآخر، وأعتقد أن تجربته وتجربة السفير هي تجربة
مهمة لا تقل أهمية عن تجربة الأهرام في مصر، خاصة خلال الفترة التي رأسها محمد حسين الهيك. خصوصا يعني دكتور حسن، جريدة لبنان في الوطن العربي وجريدة الوطن العربي في لبنان، هذا العنوان اللامع الذي حملته السفير كان واضحا. أستاذ نعم. نصر الصايغ، وأنت كنت الأقرب إلى الراحل خصوصا في أيامه الأخيرة، خسارة كبيرة للصحافة، خسارة كبيرة للصوت العروبي، للصوت المعتدل. كيف هي النظرة إلى مستقبل هذه المهنة بوجود شخصيات متزنة على ذات المبدأ، على ذات المنهج، لكن أيضا مع بروز أصوات صحفية وإن كانت قلة لكنها مثلا تؤمن بالتطبيع؟ طلال سلمان ربما يختلف عن سواه بأنه كان يعاني من الداخل، ولكنه كان يثابر على الصمود. لم تكن الصحافة سهلة، فهو إذ يتعلق كثيرا بمجموعة من المبادئ والقيم والأخلاق، فهو عروبي ولكنه كان يشهد العروبة تنزف وكان يتألم، ولكنه كان يحافظ على الأمل. هذه القيمة نجدها أيضا في موقفه من فلسطين الذي هو موقف مطلق وفي نفس الوقت كان نقديا. كان هذا أيضا موضوع قلق وألم في قلمه وفي صحيفته دون أن يظهر ذلك للآخرين. إذا كنت قريبا منه فلأنه كان يبث أحيانا وجعه السياسي، وجعه الخلقي، وجعه من كل ما يحدث في هذه الأمة التي آمن بها على قاعدة أنها سوف تكون مشروع المستقبل، فإذا بها تزحف يوما بعد يوم إلى الماضي ومن ثم إلى اللاشيء. هذا الذي عاناه هو الذي كنت فيه إلى جانبه. بمعنى آخر أنه لا يكفيني أن يكون من هو طلال سلمان، ولكن ماذا كانت خلفية معاناته اليومية في عمله الصحفي وفي رؤيته السياسية. لقد أصيب بنكبات سياسية كثيرة، لعل أبرزها تلك التي دفع ثمنها ثمن مواقفه في محاولات اغتيال، في محاولات قتل، في محاولات تهجير، في حرق المكاتب، في حرق المطبعة، ومن ثم من مطاردته من عسكر فات مدينة ودخل إليها ومن ثم عاث فيها. لذلك عندما نقول طلال سلمان ليس فقط مجموعة المبادئ التي كان يؤمن بها، وأعرف جيدا أنه كان رصينا وحصينا ومدافعا جدا عنها، ولكنه متألم جدا عندما يريد أن يصاحبها ميدانيا وأن يكون إلى جانبها من دون أن يذهب معها إلى حيث ذهبت وفشلت. ومع ذلك كان يحذرني دائما، لأنه يعرف ضعفي، يعرف أنني معطوب نفسيا وأنني بسرعة أتراجع. كان دائما يصر على أن الإيمان بالأمل هو نصف العمل. الإيمان بالأمل الذي أنت تذهب باتجاهه، أكان دولة ديمقراطية، أكان علمانية، أكان حرية المواطن، الثقافة، الشعر، الأدب إلى آخره، كل هذه يجب أن نصونها، لأنها هذه لا يمكن أن تستبد بها السياسة أو تلغيها. وعلى هذا الأمل كنا دائما نعيش فرح الإنتاج، فرح أن تكون في اليوم الثاني الجريدة يوم جريدة أخرى وليست جريدة السفير. فالسفير كانت ليست نسخة عن أيامها الماضية، كانت تولد كل يوم بوجعي وآلامي وأمل الإنسان وأمله هو. وهو كان لم يكن فقط كاتبا ومفكرا ومثقفا كبيرا ومحاضرا وموجودا في كل مكان، وإنما الأساس الذي كان يقودنا إليه إياكم واليأس، ولقد نجح في ذلك إلى اللحظة التي قرر فيها أن يقول لنا وداعا صحفيا
وليس إنسانيا. غدا سنودعه، ولكن وداع السفير منذ بضع سنوات كان هو بدء رحلة اليأس إلى جانب وداع الأمل. إذن غيب الموت الصحافي وصاحب جريدة السفير طلال سلمان عن عمر ناهز 85 عام بعد مسيرة مهنية زاخرة التزم فيها قضايا الوطن والناس والأمة. نتابع مع الزميل حسين السيد. أن تكتب عنه فتلك جرأة، ومن يجرؤ على الكتابة عن سيد القلم وهو الذي تلاعب به على طريق صفحات السفير. رحل طلال سلمان لكن صوته، قلمه، كتاباته ما زالت باقية. كيف لا وهو الذي اختار أن يكون صوت الذين لا صوت لهم؟ أنا ابن هذه المرحلة، ابن هذا الوطن العربي الذي فرض عليه البؤس وفرض عليه التردي وفرضت عليه الهزيمة. ابن شمستار في أقصى البقاع اللبناني وعاشق فلسطين القضية، أطفأ سنوات مليئة بالعطاء وأسدل الستارة على العصر الذهبي للصحافة اللبنانية ورحل. من عرفه عرف تلك الشخصية الهادئة الوطنية والعروبية الرائدة، عرف ذاك الصحفي الذكي الذي تنقل بين العديد من الصحف اللبنانية والعربية قبل أن يخرج إلى العالم العربي بصحيفة السفير، فكانت سلاحه في مواجهة الاحتلال والظلم ودرعه للدفاع عن المقاومة وقضايا التحرر العربي وعلى رأسها القضية الفلسطينية. نحن موقفنا من المقاومة موقف مبدئي، موقف سياسي وطني عربي قومي أخلاقي. عدو العرب أولا إسرائيل، ثانيا إسرائيل، ثالثا إسرائيل، رابعا إسرائيل، خامسا إسرائيل، داعش إسرائيل، النصرة إسرائيل. حتى لو كانت شعارات الإسلامية عم تغطي الأفق، تمسكه بقناعاته كان سببا في تعرضه لمحاولات اغتيال تركت ندوبا في وجهه وصدره، لكنها لم تقدر على ثنيه عن الاستمرار في رسم معالم مسيرته. لطالما انتظر القراء بترقب افتتاحيات طلال سلمان بعنوان على الطريق، والتي تميزت بالوضوح السياسي وصلابة الموقف. قرأ باكرا المسار الانحداري للصحافة المكتوبة، فاتخذ قراره في الرابع من كانون الثاني يناير 2017 بإقفال الصحيفة وهي في أوجها. شوفي، أولا السفير ستبقى في ضمير الناس بالتأكيد، هي قناعتي. غابت السفير، واليوم يغيب طلال سلمان، لكنهما يبقيان معلما إعلاميا ومدرسة تخرج منها جيل من الصحافيين الذين كانوا يرون في طلال سلمان القدوة، قلما وموقفا ورأيا وصوتا لأولئك الذين لم يكن لهم صوت. مجدد الترحيب بكم مشاهدينا وبضيوفنا. أستاذ، معا الراحل طلال سلمان الواضح أنه كان جريء، كيف يمكن أن تصف هذه الجرأة؟ أنه يتعرض لمحاولة اغتيال، قبل ذلك يتم تفجير مبنى السفير ومحاولات لتفجير المبنى، ملاحقته شخصيا، مع ذلك تبقى السفير ويبقى ذلك الصوت يعني بذات الاتجاه، أضف إلى ذلك حتى أثناء الاجتياح بقيت السفير تصدر بانتظام، هذا ينم عن جرأة؟ بالتأكيد عن جرأة، عن شجاعة، عن ترفع، عن كثير من الحسابات الصغيرة. يعني طلال سلمان، أعطيك مثلا بسيطا، حين نقول طلال سلمان أصدر جريدة شعارها صوت ما لا صوت لهم، نعم، هذا كلام لم يكن كلاما نظريا. كثير من الكتاب الممنوعين في الوطن العربي عموما والذين تلاحقهم حكوماتهم حتى لو كانوا خارج بلادهم كانوا يجدون في السفير منبرا لهم ومنصة لأفكارهم. أذكر نحن كمجموعة تعرضنا في أواسط سبعينات القرن الماضي إلى حصار شديد بسبب تمويل معين من دولة معينة كانت تعتبرنا معارضين لها. كانت السفير تفتح صفحاتها لنا. كان موقفا جريئا في ذلك الحين، جريئا من الناحية السياسية وكان جريئا من الناحية الأمنية، وكنا نشعر بامتنان عال تجاه هذا الرجل
الذي فتح صفحات السفير لتكون صوتا لمن لا صوت له. كلفه ذاك الموقف؟ بالتأكيد محاصرة وحرب وإغراءات أيضا لكي يتوقف عن نشر مقالات لأخي الأستاذ بشارة مرهج ولإخوة آخرين، لكنه كان متمسكا بحقنا في أن نبدي آراءنا وأن نبدي وجهة نظرنا في كل القضايا في مقالات أو بيانات أو غيرها. أيضا حين تحدث مثلا عن رئيس أحمد بن بلة الذي بقي في السجن عدة سنوات من عام 65 إلى عام 77 في الجزائر، والجزائر لها مكانة عندنا وعند الأستاذ طلال، ومواقف الرئيس هواري بمدين الوطنية معروفة وهي مصدر اعتزاز. لكن في موضوع أحمد بن بلة كرمز تاريخي، نعم، قاد طلال سلمان ونحن معه حملة في ذلك الحين للإفراج عن الرئيس أحمد بن بلة الذي كان مسجونا في بين إخوانه مع الأسف الشديد من قبل إخوانه وبين إخوانه. وقد كتبنا الافتتاحيات أخي الأستاذ بشارة وأنا وآخرون من الوطنيين اللبنانيين، وأعتقد أن تلك الحملة سرعت في الإفراج عن الرئيس أحمد بن بلة. لذلك حين أتى الرئيس أحمد بن بلة إلى لبنان في صيف 97 طلب أن يزور بعض المرجعيات وبعض المناطق كقانا وغيرها، لكنه قال لي، وكان ذلك بدعوة من المنتدى القومي العربي في ذكرى 23 تموز، قال لي أريد أن أزور السفير وأن ألتقي بأسرة السفير وأن ألتقي بطلال سلمان الذي لا أنسى وقفة السفير إلى جانبي وأنا في السجن. هذه مواقف جريئة طبعا في الوضع الداخلي اللبناني كان أيضا جريئا، وأعتقد أن دور السفير في مواجهة 17 أيار، اتفاق 17 أيار، يعني السفير لم تكن ضد التطبيع نظريا، خاضت معركة هي وطنيين لبنانيين كزاهر الخطيب ونجاح وكيم وآخرين كعلامة كبير كالسيد محمد حسين فضل الله رحمه الله. طلال سلمان كان الواجهة الإعلامية لخوض تلك المعركة التي كلفته على ما أظن ذلك التفجير الذي كاد يودي بحياته عام 84، أي بعد 10 سنوات على إصدار السفير. إصدار السفير نفسها كان جرأة من طلال سلمان أن تصدر جريدة مستقلة في منطقة سمة رئيسية لعلاقات الحاكم بالشعوب هي سمة القمع، أن تصدر جريدة مستقلة تستطيع أن تحدد موقفا من كل القضايا، رغم أن بعض المواقف قد يغضب هذا الحاكم أو ذاك الحاكم أو إلى آخره، لكن طلال سلمان كان جريئا في كل هذه الأمور. وأعتقد أن من يتابع السفير، وهذا ما جعل السفير بالفعل تتميز جريدة لبنان في الوطن العربي وجريدة الوطن العربي، وأيضا جعلها راسخة في الذاكرة. دكتور حسن نافع، يعني صحافي كبير وأيضا مقاوم ورفيق للراحل طلال سلمان، كان في باريس وكانت تصل السفير متأخرة، يعني الطبعة تصل بعد يوم أو أكثر بقليل، وفي داخل فرنسا يتعنى إلى منطقة بعيدة كي يحصل على نسخة جريدة السفير. من هذه القصة وهناك قصص كثيرة، ذلك على ماذا يدلل؟ وحتى السفير إلى اليوم بقيت في الذاكرة. هذا يدلل على شيء أساسي، وهي أن يعني السفير ليست مجرد صحيفة عادية، إنها صحيفة صاحبة رسالة، والرسالة تصل إلى كل من يريد أن يتلقاها، وفي يعني العرب على امتداد العالم كله متواجدون يعني يريدون أن يتفاعلوا مع كل ما يمكن أن يساعد على الارتقاء بهذا العالم العربي. ولذلك عندما تكون في الغربة، وأنا شخصيا يعني قضيت 7 سنوات في فرنسا على سبيل المثال، كانت السفير من بين الصحف التي أحرص على أن أذهب لأسأل عما إذا كانت وصلت أم لا، لأنني كنت أشعر يعني أن هذه
الصحيفة تعبر عني بشكل أو بآخر، فيها كتاب أحترمهم، فيها رسالة أريد لها أن تصل وبعمق إلى آخره. وبالتالي يعني أنا في اعتقادي أنه طلال سلمان وما يمثله هو لم يكن صحفي يبحث عن الاحترافية ويبحث عن الشهرة أو يبحث عن المال أو يبحث عن السبق الصحفي، كما أشرت من قبل هو كان يعتبر نفسه يعني يعتبر الصحافة وسيلة، سلاح في يده وسلاح يجب أن يوجهه إلى العدو، وهو يعرف بالضبط من هو العدو. العدو هو إسرائيل كما قال، وكما شاهدنا في يعني في هذا التسجيل الذي سمعناه منذ قليل، إسرائيل هي العدو أولا وثانيا وثالثا ورابعا، لكن أيضا العدو هو التخلف العربي، هو عدم الوعي مشكلات العالم العربي، هو عدم الإيمان بالوحدة العربية إلى آخره. وبالتالي أعتقد أن هذا النوع من الصحافة هو ما شد كثيرين خارج لبنان إلى صحيفة السفير على وجه التحديد، وإلى كتابات يعني طلال سلمان بشكل أخص، لأن أسلوب طلال سلمان أيضا كان يعكس رجل صاحب، ليس فقط صاحب مبادئ وقيم، وإنما أيضا صادق، يعني تحس أنه يشعر بما يقول، يدرك ما يقول، يؤمن بما يقول، مستعد أن يدفع حياته ثمنا لما يقول، والكلمة الصادقة تصل إلى كل مكان. وبالتالي أظن أن هذا هو ما ربط السفير بوجه خاص يعني بعدد كبير جدا من القراء خارج لبنان وعلى امتداد الوطن العربي وفي كل الأوساط العربية خارج الوطن العربي نفسه. أستاذ نصري، ماذا كانت تمثل افتتاحية على الطريق للبنانيين؟ الافتتاحية عادة تكون موقفا أو رأيا سياسيا بمسألة مطروحة، إن كان على المستوى الداخلي أو على المستوى العربي أو على المستوى العالمي. هو لم يكن بعيدا عن الحدث وتداعياته اليومية، أي بمعنى آخر هو ينشغل كثيرا ولكنه يبحث أكثر، أي يبحث عن الخبر، يبحث عن الموقع، يتصل. بمعنى آخر أن طبخة المقالة لا تأتي دفعة واحدة، وإنما تأتي بعد دراية وتجميع لمجموعة من العناصر التي يمكن أن تؤدي إلى موقف له علاقة بالراهن اللبناني أو العربي أو العالمي. ولكن أريد أن أشير إلى مسألة بالنسبة لشخصيته العملية في الجريدة. إنني أشهد أنني لم أجد فرحا يشبه فرح وجهه يوم التحرير في العام 2000. كان يسكر بالانتصار وكأنه صبي صغير، فرحه يبدو بحركاته بوجهه وليس بكلماته. وفي ذلك الزمن أشرقت السفير، وبالفعل قدرت أن تذهب بعيدا إن كان في العمل الميداني أو إن كان في العمل النظري. وطلبت منه يوما أن مجموعة تريد مني أن أذهب إلى الحدود وأن أشارك المقاومين هناك وأن أقيم بينهم بضعة أيام، فوافق فورا وقال لي بشرط أن تكتب أكثر من مقال. قلت له أعد الصفحات لأنني سوف أعود بعدة كبيرة، وهكذا كان. أمضيت وقتا وأمضيت أياما وليال على الحدود، راقبنا وعرفنا إسرائيل عن جد كما هي، وعرفت كيف هم المقاومون دون أن أعرف أسماءهم، رفضوا أن يعطي الأسماء وهذا شيء طبيعي. وعندما عدت كان ما كتبته مهما جدا وأفردت له صفحات، ومن ثم أنزل في كتاب طلال سلمان. فلسطين وجعه، هي وجعه، وهي أيضا أكثر أمله. أما علاقته بالأنظمة السياسية، كان دائما حريصا على أن يكون هناك مسافة ما بين الجريدة والنظام السياسي أيا كان،
أكان مؤيدا أو بعيدا أو قريبا، هو لا يريد أن ينسب إلى أي نظام من الأنظمة السياسية، ولذلك كانت السفير ينسب إليها وهي لا تنتسب إليه. أها واضح. سنكمل هذه الحلقة الخاصة بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا مشاهدينا. بس في الآخر في الحكاية بتخلص. بس في الآخر في الحكاية بتخلص. من جديد أهلا بكم. قبل استكمال هذا الحوار نتوقف مع هذا التقرير للميادين حول طلال سلمان. فالميادين وبكل فخر لا تنتظر رحيل الكبار لكي تكرمهم، بل تفعل ذلك في حياتهم. هذا ما حصل مع طلال سلمان، نتابع. أنا ابن هذا الوطن العربي الذي فرض عليه البؤس وفرض عليه التردي وفرضت عليه الهزيمة. أنا مهني من قبل السفير، اشتغلت بصحف ومجلات متعددة. هذه الصحف كلها يمكن تكون ممتازة، بس إنه الناس وين؟ صدرنا نحن في 26 أذار 1974 مباشرة بعد انتكاسة حرب 73. مع صدور هذا السفير حاولنا نجسم طموحنا انه جريده لبنان في الوطن العربي جريده الوطن العربي في لبنان. بس بعد سنه سنه ونص 76 حرب اهليه، كل هذا صار ورا. بعدين بلشت الكمارس العربيه، راح سدت على اسرائيل، طلع منشط الساخط عند المغتصب. ب 1980 نصف المطابع، كنا بعدنا مركبينها حديثا. طيب بال 81 مرتين حاولوا تفجير البيت، بال 84 صارت محاوله اغتيالي. يعني كأننا موقف من 17 أيار ارتفاع العار مثل ما سمعنا. وأنا بالنسبة لي فلسطين ليست قطعة أرض وشعب مضطهد ومأقور، وهذه القضية المركزية للأمة. شعبها بعده بالحجارة شكاكين المطبخ، هذا شعب حي وعظيم ولا يمكن أن يستكين. في السيد حسن نصر الله بالنسبة لي هذا قائد عظيم من قادة الأمة العربية في تاريخ الحديث. صور السيد حسن من المغرب لعدم رفعوها لأنه مشتهين النصر. صفقة القرن هي العنوان للفجيعة الكبرى، غياب العرب عن القرار. الثورة الفلسطينية عملت حركة سياسية عظيمة. طيب هذا كله اندثر، سقط الخوف من الرأي العام العربي لأنه ما عادش في رأي عام عربي. الناس عظيمة دائما، الناس عظيمة أكدوها الناس أن صوت الذين لا صوت لهم فعلا. أنا امتدت 43 سنة، 11,352 عدد، أديت واجبي وعملت خدمتي، خدمة الأمة. بس في الآخر في الحكاية بتخلص. إذن معك من جديد أستاذ معن بشور. عنوان لافت بقي مطبوع في الذاكرة وسيبقى: بيروت تحترق ولا ترفع الأعلام البيضاء. الأعلام البيضاء، هذا كان عنوان على السفير ابن الاجتياح. وأيضا نريد أن نسأل أو نعرف منك، هل كانت للراحل أي أدوار واضحة كبيرة في العمل القومي العربي؟ يعني أولا لا شك أن تكريم الميادين للأستاذ صلاح قبل رحيله كان لافتا، وقد هنأت الأستاذ غسان بن جدو على هذا الأمر، لأنه بالفعل لا بد من تكريم قامات من هذا النوع قبل رحيلها، لأنه لا يجوز فقط أن نكتفي بالتكريم بعد رحيل. اثنين، نحن في المنتدى القومي العربي في دار الندوة في الحملة الأهلية لنصرة فلسطين أقمنا عدة احتفالات تكريم للأستاذ طلال سلمان، لأنه إذا أردت أن تتحدث عن فلسطين لا بد أن تكرم طلال سلمان، إذا أردت تتحدث عن العروبة والقومية العربية وكذلك الأمر عن وحدة لبنان وتجاوز العصبيات الطائفية والمذهبية لا يمكن إلا أن تتحدث عن طلال سلمان. لذلك لم يكن طلال سلمان مجرد كاتب أو رئيس تحرير لصحيفة هامة كالسفير، كان أيضا مساهما في أي عمل يستهدف النهوض القومي العربي. حين تتحدث عن مشروع النهضة العربي الذي أطلقه مركز دراسات العربية، تلاحظ أن طلال سلمان كان موجودا في الندوات التي سبقت إعلان هذا المشروع وضمت مفكرين ومثقفين ومناضلين عرب كبار.
أيضا حين نتحدث عن المؤتمر القومي العربي، طلال سلمان كان من مؤسسي المؤتمر القومي العربي، حين نتحدث عن العديد من المبادرات القومية، يعني مثلا في كل اجتماع أنا لا أنسى مثلا حين داعش تصرفت في العراق تجاه مدنيين وخصوصا المسيحيين، دعا طلال سلمان إلى اجتماع في مكتبه حضرها يومها نقيب المحامين الذي بات نائبا اليوم الأستاذ ملحم خلف وشخصيات عديدة لبحث كيفية مواجهة هذه الظاهرة التي تستهدف تدمير العراق وتدمير المجتمع العراقي. طلال سلمان كان إما مبادرا أو متجاوبا مع أي مشروع ذي طبيعة قومية، وبالتالي لذلك كان له حضور يتجاوز الحدود الإعلامي، يعني كان له حضور سياسي، حضور نضالي، حضور فكري في كثير من المجالات ومن الأمور. ومن هنا حين نتحدث كما قلت في البداية نتحدث عن طلال سلمان، نتحدث عنه كصديق وكأستاذ، وأتحدث عنه أيضا كمهني عالي المستوى، ولكن أيضا كمناضل قومي بكل معنى الكلمة. وهذا أمر يعني مرتبط بصلابة الرجل، يعني طلال سلمان ربما هذه صلابة علبكية كما يقولون، صلابة المنشأ، صلابة الشمسطار، هذه المدينة التي خرجت مناضلين ومفكرين وعلماء كبار. طلال سلمان تجده تجسيدا لكل هذه القيم. ولاحظ عروبة طلال سلمان لم تلغي أبدا وطنيته اللبنانية، بل كان يعتبر وطنيته اللبنانية تستكمل نفسها بالعمق العربي. عروبة لبنان تحصن الوطنية اللبنانية، والوطنية اللبنانية وانعكس ذلك بالأساس في السفير تمام، وهذا ما ظهر بالسفير وبشعار جريدة لبنان في الوطن العربي وجريدة الوطن العربي في لبنان. إذن دكتور حسن نافعة، هي أحداث كثيرة مرت بالراحل طلال سلمان ومهمة، لكن هل نستطيع القول بأنه الحدث الأبرز هو لقاء بالراحل جمال عبد الناصر، على اعتبار أنه الراحل سلمان هو كان ناصري وعروبي ووحدوي، ماذا أضاف له؟ أعتقد أنه طلال سلمان كان عروبي يعني بشكل عميق جدا، وطبعا هو له بعض التحفظات على التجربة الناصرية، لكنه كان يحب جمال عبد الناصر حبا عميقا، وكان يدرك الدور الذي قام به جمال عبد الناصر في نهضة هذه الأمة، وكان يدرك أيضا الدور الذي قامت به مصر خلال فترة الخمسينات والستينات إلى آخره، وكان شديد الحزن لما أصاب التجربة الناصرية بعد السادات، وخصوصا بعد قيام السادات بزيارة القدس وتوقيع خروج مصر من معادلة الصراع مع إسرائيل. طبعا بالنسبة لطلال سلمان، جمال عبد الناصر كان رمز العروبة، ولكنه أدرك في الوقت نفسه يعني حجم الإنجاز التي قدمته ثورة 23 يوليو وحجم الأخطاء التي وقعت فيها، لأنه كان مثقفا كبيرا وعميقا ومؤمنا بالعروبة إلى حد كبير جدا، ولذلك لم يصبح واحدا من درويش الناصرية، ولكنه أدرك يعني طبيعة هذه التجربة، طبيعة التحديات التي مرت بها هذه التجربة، شكل الدور الذي قام به جمال عبد الناصر، وكيف واجه كل هذه التحديات، ما هي الأخطاء التي وقع فيها إلى آخره. لكن يعني أنا أظن أن يعني طلال سلمان كان عروبيا حقا وحقيقيا، ولأن جمال عبد الناصر هو أحد يعني رواد الحركة العربية في العصر الحديث، وهو الذي يعني دفع بالحركة القومية خطوات إلى الأمام عندما قاد مصر لكي تصبح هي المحرك الرئيسي للحركة القومية بعد ثورة 52. أعتقد أن طلال سلمان أدرك هذا الدور، لكنه كان حزينا جدا، وأذكر أنه في كل مرة التقيت به في مصر بالتحديد كان يعني حديثه عن متى
تعود مصر لتتقدم الصفوف من جديد، وهل يمكن أن يحدث هذا في حياتنا إلى آخره. وبالتالي هو كان يتألم بعمق من الانتكاسة التي أصابت التجربة الناصرية، خاصة بعد فترة أنور السادات. لكن كيف يعني خصوصا في تلك اللقاءات كيف كان يرى المستقبل؟ هو طبعا كان يدرك أن الأمة تمر بمرحلة شديدة الصعوبة، وبالذات بعد ما يسمى بالربيع العربي. طبعا هو كان متفائل مثلنا جميعا في بداية الربيع العربي، كما قال لي، وتصور أن من حق الشعوب العربية أن تنهض وأن تقيم أنظمتها الديمقراطية إلى آخره. لكن عندما يعني انقلب الأمل في نظم ديمقراطية حقيقية تعبر عن شعوبها إلى حروب أهلية وإلى تدخلات خارجية في أعماق الوطن العربي، أصيب بحزن عميق جدا. وبالتالي هو كان يتابع ما يحدث في العالم العربي، في ليبيا على سبيل المثال، في اليمن، في سوريا. بالذات سوريا كانت بالنسبة له يعني جرح عميق جدا. وبالتالي هو يعني كان عروبي حزين، يشعر بحزن شديد من المآل الذي وصلت إليه أو أوضاع العالم العربي، إما بسبب الخيانات الداخلية أو بسبب التحديات الكبرى الخارجية والاختراقات خصوصا الخارجية. دكتور حسن، لكن أنا شعرت باستمرار أنه كان دائما الأمل في المستقبل، باستمرار لديه يقين، لأنه كان يؤمن بالمقاومة، كان يؤمن بأن الشعب الفلسطيني لن يستسلم، أنه سيغذي هذا النضال وسيبعثه من جديد. وهذا الأمل هو الذي أعتقد أنه هو الذي جعله يعني يشعر بالسعادة أن تعود المقاومة لكي تتحرك من جديد، حتى بعد الحصار الذي فرض على القضية الفلسطينية من جانب العديد من الأنظمة العربية. وخصوصا ذاك اللقاء وتلك الصور الشهيرة للتاريخ مع الراحل جمال عبد الناصر، هي كانت أساسا في سوريا، وكانت لسوريا مكانة خاصة. أستاذ نصري، في بلد مثل لبنان مر بتجارب صعبة، كانت هناك حرب داخلية قسمت المجتمع بشكل كبير، كيف استطاع أن يحافظ الراحل طلال سلمان على خطه، على أفكاره؟ صحيفة السفير مثلا بقيت منبرا لمختلف الآراء، ألم تكن تلك مهمة صعبة في بلد مثل لبنان؟ المسألة والجواب على هذا السؤال مهم جدا، أن الرغبة شيء والتنفيذ شيء آخر. بمعنى آخر أن صفحات السفير ظلت مفتوحة لكل الكتاب، وفي نفس الوقت رغم انحيازها لما يسمى آنذاك الحركة الوطنية، ومع ذلك فإن ما كان يقوم به هو واجب التغطية الميدانية، وفي نفس الوقت المحافظة على ما يمكن أن نسميه الهدف من كل ذلك. ولكن الحرب التي استمرت على مدى سنوات لم تترك أملا إلا وداسته وحطمته، وبحيث أنه أصبح لبنان على شفا، ليس حرب وإنما على شفا زوال، كما هو حاله اليوم. المسألة عند الأستاذ طلال ليس فقط حسه الصحفي، السؤال هو كيف كان يرى من داخله ما يحدث في الخارج، وليس ما كان يكتبه ونكتبه عما يحدث في أحوال الأمة كلها. هناك شيء أساسي، ما كان يكتبه كان أكثر صدقا مع الوعود والآمال، ولكنه كان على مسافة بعيدة عن الواقع، وهذا الذي كان يؤلمه دائما. بمعنى آخر أن وظيفة المحرر هو أن يحرر الخبر، وظيفة الكاتب أن يحلل وأن يكتب، ولكن مسؤول الصفحة ومسؤول الجريدة ورئيس تحرير الجريدة مسؤول عن الخط العام وعن الاستراتيجيات وعن التدقيقات، ومن ثم عن تحقيق أمل ما من كل هذه الأمل. في المرحلة الأخيرة، وكنت لصيقا به كنائب لرئيس التحرير، كنت أشعر أنه يؤمن بالكتابة ولا يؤمن
ولم يعد مؤمنا بالعمل. ذلك أن الكتابة تتطلع إلى الأفق والعمل يشدنا ليس إلى الواقع ولكن إلى تداعيات هذا الواقع في المستقبل. بمعنى آخر، لم يكن الأفق أمامنا بل كان صار خلفنا، وهذا ما أتعبه وهذا ما جعله يقول إن هذه المهنة الشريفة يطفئها المجتمع المجزأ والسلطات التي لا تقيم وزنا للحرية ولا تقيم وزنا للعقل ولا تقيم وزنا للمستقبل. كل هذا يجعل من الجريدة تقوم بوظيفة الإخبار وليس بوظيفة أن تكون المنار، يعني معنى آخر أي الضوء الذي يشد إلى الآخرين. أما ما له علاقة بالحرب اللبنانية فالتهم كانت جاهزة، يعني بمعنى آخر انقسم المجتمع وانقسمت آراء القراء، بحيث أن التهمة لصحافة اليمين جاهزة ويحكم عليها وليس على ما تكتبه، والتهمة على السفير كانت جاهزة أيضا. تلك كانت محنة صحفية تركت أثرا على مستوى المحررين، ومن ثم صبغت الإعلام المسموع بهذه الصفة. يعني إعلامنا المسموع هو نتاج تلك الخسارة التي أدى بها الجمهور اللبناني والجمهور العربي، بحيث أنه انحاز ليس إلى ما يكتب بل إلى ما عنده من قبليات، ومن ثم رماها على الواقع. فأصبحت الجريدة جبهة ولم تعد رسالة. أستاذ يعني نصري، معنى آخر الجريدة كانت جبهة معينة لمجموعة من الأحزاب ومن القوى. أخيرا أود أن أشير إلى مسألة أساسية جدا. كنت أسأله: هل ما زلت مؤمنا بكل المبادئ؟ قال لي نعم، ولكن كيف ترى تحقيق ذلك؟ قال لي أنا مش مثلك، إنني لا أراهن على اليوم وإنني أراهن على المستقبل، والمستقبل يصنعه أولئك الذين ينتظروننا ولا نصنعه نحن. نحن فشلنا ولكن هذه الأمة لن تفشل. سبحان الله، كان إيمانه أقوى من كل الهزائم. أستاذ نصري، في الحقيقة انتهى الوقت المخصص، لكن فقط نريد أن نسألك ماذا، أو نطلب منك ماذا تقول للراحل طلال سلمان؟ يصعب عليه أن يرحل، هو باق لأن ما قام به مستمر. ومؤسسة السفير ليست الجريدة، هي الكتاب، هي المجلة، هي التراث، هي ذلك الكنز الكبير من الصور والمقالات، والتي يقوم الزميل الأستاذ أحمد سلمان ابنه بإعادة هيكلة هذا البناء، ليس على قاعدة جريدة وإنما على قاعدة بث إخباري تلفزيوني عبر وسائل التواصل الاجتماعي. مؤسسة السفير لن تنتج جريدة، ولكنها ستنتج شيئا جديدا يكون طلال سلمان جزءا داعما منه. آخر اجتماع كان موجود معنا وكان عمال بيحكي ونحن كنا عمال مننظر، فقال جملة أساسية جعلتنا جميعا نتراجع عن كل ما قلناه، وقال: لا تبدأوا أي عمل قبل أن ترجعوا إلى المحاسبة، حاسبوا المرحلة التي مررنا بها ومنها انطلقوا إلى المستقبل. وبالفعل هيك صار، فمزقنا مشاريعنا اللي جايبين معنا وجايبين معنا، مزقناها وقلنا فلنبدأ المستقبل من ذلك الماضي إلى ذلك الأفق. دكتور حسن نافع، ذات السؤال، كلمة أخيرة للراحل طلال سلمان. سيفتقد الشعب المصري والشعب العربي يعني بعمق، لأنه يدرك أنه كان رجلا صادقا، وأنه لم يبحث لا عن مال ولا عن ثروة، أنه كان صاحب رسالة وصاحب قلم. ولذلك سنفتقده كثيرا، وإن كان تراثه باقي ودوره مذكور، وأظن أن الشعب العربي يعرف قيمة الرجال، وهو كان واحدا من الرجال الذين أسهموا بقوة في المرحلة التي عاشها، وفي إنضاج الوعي العربي، وفي الانحياز إلى المقاومة، وفي إدراك أن البصلة الحقيقية لهذا العالم العربي هي فلسطين. أستاذ معن بشور، يعني رفيقك منذ 55 عام. يعني طبعا في هذه اللحظات لا يمكن أن نلخص رسالة لطلال سلمان بكلمات،
لكن أريد أن أقول إذا كان للمقاومة رموز وشهداء وقادة في المجال العسكري والميداني فلها أيضا رموز في المجال الفكري والثقافي والإعلامي. طلال سلمان من أبرز رموز المقاومة في الأمة، ولأنه مقاوم أصيل هو وحدوي أصيل وهو عربي أصيل، ليس من كلام بالتأكيد آخر. والوقت لا يكفي لشخصية مثل الراحل طلال سلمان، حتى بقيت هناك الكثير من النقاط لم نتحدث بها بخصوص ناجي العلي، بخصوص نقاط أخرى، بخصوص السفير، بخصوص شخصه، نحتاج إلى ساعات ربما. شكرا جزيلا لك. أنا بس في فكرة واحدة بحب أولى، حرصه على وحدة لبنان جعله يستكتب رموزا من الخط الآخر كسعيد عاقل وغيره في جريدة السفير، وربما لاقى نقدا، لكن كان حريصا على أن يجمع لبنان في جريدة تمثل العروبة، لأنها تمثل العروبة تريد أن تجمع اللبنانيين. شكرا جزيلا لك الأستاذ معن بشور، رئيس المركز العربي الدولي للتواصل والتضامن، كنت معنا هنا في استوديو الميادين. الشكر موصول لك. دكتور حسن نافع، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، كنت معنا من القاهرة. الأستاذ نصري الصايغ، الكاتب السياسي، كنت معنا من مشغرة في البقاع الغربي للبنان. شكرا جزيلا لكم. الشكر موصول لكم مشاهدينا، في أمان الله. بس في الآخر في حكاية تخلص.